مرتقبا، فقد تم اليوم الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج لموسم 2017 على مستوى جميع بلدياتي الوطن، كما كان معمول به في السنوات الماضية. وككل سنة يأتي موعد السحب لقرعة الحج حاملا معه أفراح ودموع للمسجلين الراغبين في أداء الركن الخامس من الإسلام. إكرام طباوي والتفاصيل. إن شاء الله ربي يسهلنا ويسهل المؤمنين، الله لا يحرم مؤمن إن شاء الله مديك الدار. بالدعاء والدموع يترقب المواطنون المسجلون بالبلديات نتائج قرعة الحج، لا سيما أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في المحاولة دون جدوى. سجلت 13 وهذه 14 مرة نسجل، ولا ما خرجتش. اليوم نهضر مع تاع الشؤون الدينية، نقول له من فضلك من فوق 60 سنة خليهم يروحوا. ونطلبوا من السلطة الجزائرية تسهل لنا، حنا مسألة العباد الكبار يسهل لهم يروحوا، هذا ما نطلبوا. 2010 أنا 2007. رقم 49 عميري الزهرة. وفي عملية تقليدية يدوية يظهر الاسم تلو الآخر وقلوب المسجلين تنفطر تباعا، أما فرحة الفوز فكانت من نصيب المحظوظين. ملي خرجت الصباح وأنا نداي، عندي 7 سنين وأنا ندير في القرعة، واليوم كي لحق العدد 58 تاع نخرج تما لعبك تما، خلاص قلت صاي خلاص 58 ما شكيت. يعني الحق كان انا كنت محبط راسي، سمعت علاش غير ما امنش. والحمد لله نتمنى كل واحد اللي سجل اسمه في القرعه ما يفقدش الامل. امتزاج دموع الفرح بدموع من لم يظهر اسمه خلال الفرز هو ما يميز قرعه الحج في كل سنه. أما أمال المسنين المسجلين لأكثر من 10 سنين فهي إيجاد آلية لرفع حظوظهم في المواسم المقبلة.